دعم الموقف السوري من هذه الحرب ضد النازية القديمة الجديدة. استقبلت وفد من الدومباس قبل الحرب بعدة أشهر، فقلت لهم نحن مستعدين للاعتراف بكم من الآن. فقلنا لاحقا، قلت لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة، لذلك زيلينسكي هو اليوم يقوم بالحرب نيابة على الغرب. ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يبنى على شيء مؤقت. نحن نتحدث عن توازن دولي. وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم. نبذ الإرهاب، وحدة الأراضي السورية، سيادة الدولة السورية على أراضيها، خروج القوات الأجنبية الغير شرعية. Thank you.